كشفت من البيت، نقول له في انك عمان كشفت من البيت. التقينا مريم وهذا ليس اسمها الحقيقي، حيث طلبت منا إخفاء هويتها. جرعت البيت. مريم البالغة من العمر 30 عاما نزحت من مدينة درعا مع ابنتها التي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات، بينما بقي زوجها في سوريا، حيث تسكن مع 14 فردا من عائلتها داخل غرفتين أسفل أحد المباني بالعاصمة الأردنية عمان، وبالكاد تستطيع تحمل تكاليف الإيجار. وفي صباح أحد الأيام، وبينما كانت مريم داخل مستشفى برفقة أحد أقاربها، سمعت رجلا يتحدث على الهاتف. اعتقدت حينها بأن صلواتها ودعواتها قد استجيبت. سألنا هو قاعد بحكي تليفون، بقول له شيخنا كم نفر بدك يعني تساعدهم؟ قال له أنا في عندنا متبرعين، جيب لنا كم واحد نتبرع لهم ببيوت مفروشة وجاهزة. انت سمعتي هيك عم يحكي على أيوة، التليفون؟ هو إنه سمعته هو يحكي على التليفون، جيت أنا رحت لعنده قلت له يا أخويا إحنا عندنا شهداء ويعني عندنا مرابطين وعندنا جرحى. قال لي مين معك؟ معك شباب؟ قلت له لا. صار النسوان يلي شفتن قدامي أنا يعني مثليهن. ورافق الرجل مريم إلى مدينة الزرقاء وكانت ابنتها معها، إلا أنها شعرت بخطب ما غير طبيعي. وعندما وصلت إلى البيت جاء رجل في الخمسينيات من العمر يسمى الشيخ، وقال له السائق لحسن الحظ وصلوا. وكل شيء له هي يعني شوفيه بالفعل بتقولي له شيخ، بس الشيخ ما هو نظيف يعني الشيخ البنات اللي بصل له بشغلهن. وبدأت هواجس مريم تتزايد شيئا فشيئا. طلبت منه مية، أنا ما بدي أشرب مية بس بدي يعني أطلع على البيت، ما فيش مشوار جاب لنا كاس مية ويجي بس يعني شي ثواني. وعندما دخلت البيت كانت الصدمة، فالعديد من الفتيات والشباب يجلسون معا في إحدى الغرف. الغرفة اللي شفتها صبايا كلياتن حفر متزلطات شعرهم كله برا، قاعدات كليات مخلط شباب وبنات، وغرفتين مفصولات لش يعني الهن، والغرفة هن اللي قاعدات فيه يعني بفوت الشاب تلقى له بنت بروح على الغرفة الثانية. شعرت بالرعب وحاولت الهرب، بينما توسلت إليها إحدى الفتيات بمساعدتها على الهرب. قضبت في هيك خايفة تكبر تقول إن شاء الله خذينا من هون. قلت لها يلا، سحبنا حالنا إحنا كلياتنا.